أخي الكريم، أختي الكريمة، هنا بيننا عائلات تعيش الفاقة والحاجة، تسكن بيوتا ليس فيها سوى الريح تلعب في أجوائها الخالية، أطفال يفترشون الأرض ويلتحفون السقف بدون فراش ولا غطاء، فمن لهم غير كرمكم ينتشلهم من بئر الحرمان ويضعهم تحت شمس الكفاية. صدقة جارية يا إخوتي، ثوابها في كل ثانية ينمو ويطرح ثماره خيرا، يعم على المحتاجين والفقراء. فكونوا عونا لإخوتكم وأخواتكم الذين يعانون قلة ذات اليد، أولئك الذين لا دخل لهم والذين تلمهم جدران عارية بلا نوافذ ولا كساء. جمعية التضامن الخيرية تفتح لكم بابا تدخلون منه إلى مرضات الله وعزته، تصلكم بالأكثر حاجة لتقدموا لهم ما استطعتم. فساهموا معنا بتأسيس بيوت لا أثاث فيها، بيوت تشبه غيرها في شكلها الخارجي ولكنها لا تشبه إلا نفسها من الداخل، بيوت تحتاج كل شيء. أثاثكم يا إخوتي وأخواتي ضرورة لا غنى عنها، فشاركونا بأثاثكم القديم والمستعمل لنهبه لمن يحتاجه، وساهموا معنا أيضا بشراء أثاث جديد لأسر لا تعرف جديدا إلا الحزن والفقر في كل صباح ومساء. نجحت جمعية التضامن الخيرية بتأسيس وترميم 120 منزلا حتى الآن، وذلك بمساعدة من المتبرعين الكرام. وتستقبل الجمعية اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التالية 09-238-3682 أو جوال 0599-99-6231 أو بزيارة مقرها على العنوان التالي: نابلس، شارع سفيان، عمارة السختيان، الطابق الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكونوا عونا لإخوتكم كي يكون الله في عونكم.